كل سنة وحضرتك طيبة. شهر رمضان قرب، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه يسعد كل المصريين ويهنيهم في شهر رمضان. السنة دي يمكن ظروف الكورونا هيبقى فيها نوع من التحفظ شوية، لكن احنا بنتمنى من الله انه يعني يبعد الوباء عن اهل مصر واهل مصر القناة، يبعد الوباء عن اهل مصر، وان شاء الله ربنا يشفي كل مريض ويرجع مصر. لعبت في دورات رمضانية قبل كده؟ طبعا احنا نادي المقصة كنا بنلعب، بنعمل دورات رائعة. حضرتك؟ انا نفسي زمان، لكن دلوقتي كنا النادي كان بيعمل دورات رمضانية لمدة يمكن 7-8 سنين، قاعد يعمل دورات رمضانية كل سنة، بيشترك فيها كل شركات الوساطة والإنفستمنت بانكينج والبنوك ويشتركوا فيها. أول مرة جالك فانوس إمتى؟ جالي فانوس إمتى؟ يعني يمكن وانا عندي 4 سنين مثلا ولا حاجة، الوالد جاب لي فانوس، عشان قبل كده ما كنتش فاهم يعني ايه، عشان اقول وحوي يا وحوي.